طالبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة اليوم بدعم مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لوقف إطلاق النار في غزة، والذي سيدعم المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة ومصر وقطر. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماع للتصويت على مشروع القرار في ظل تلميح الولايات المتحدة باستخدام الفيتو ضده وتوزيعها مسودة مشروع قرار خاص.